ومن الأمثلة أيها الإخوة التي فيها ذكر من الوفاء، النبي صلى الله عليه وسلم له ابنة اسمها زينب، وزينب هذه أمه خديجة. وفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج أو أسلمت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت وآمنت بالدين إلا زوجها، وكان زوجها اسمه العاص، اسمه العاص بن الربيع اسم زوج زينب. فلما انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وهو كافر، هذا كان كافرا ذاك الزمن، فكان الكفار يجتمعون به ويقولوا طلق بنت محمد، طلقها خلي يتأثر. فضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، يضغطون على النبي صلى الله عليه وسلم بالمال حتى في الأسرة، يشوشون طلق زينب طلق زينب. قال لا والله لا أطلقها، هذا من العاص ابن الربيع، لا أطلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ وفاؤه لابنته، حفظ للعاص. دارت معركة بدر وغزوة بدر، فكان هذا الرجل زوج زينب من الأسرى في غزوة بدر. فجاءت الفدية، طبعا كلكم تعرفون يعني ماذا، شيء جديد على الإسلام، ماذا نفعل، نقتلهم نفديهم؟ فأشار أبو بكر أمر وأشار عمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر فقال الفداء، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فافتدى الناس، وهذه لها روايتين أو أكثر من حادثة. الحادثة أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يفتدى بماله، بالمال الذي خبأه عند أم الفضل، وأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على الكنز الذي قال عباس ما عندي فلوس، أنا عمك يا رسول الله، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عمك. قال افتدي نفسك يا عماه، قال ما عندي فلوس. قال وأين المال الذي دفنته عند أم الفضل؟ قال وما أدراك، قال لقد أطلعني الله عليه، كنز ذهب. يقول حق أم الفضل إذا رجعت فهذا حالنا، وإذا ما رجعت، رايح الغزوة رايح بدر، قال وإذا ما رجعت فهذا لك ولأولادك تستعين بي على الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأين المال الذي دفنت مع أم الفضل؟ قال وما أدراك، قال أطلعني الله عليه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما حد يدري في هذا الأمر. هذه رواية. الرواية الثانية في الأسرة رواية زينب وزوجها الذي لم يطلقها ولم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعت زينب قلادة، كانت أمها خديجة بنت خويلد دفعته لابنتها زينب لما تزوجت هذا الرجل العاص. الأم تحب تزين بنتها فما كان عندها فلوس، أخذت القلادة رضي الله تعالى عنها خديجة ودفعت زينت ابنتها زينب لحتى تدخل على زوجها. فما كان عند زينب شيء تفتدي زوجها، كانت مؤمنة وهو كافر، فأخذت هذه القلادة وافتدت بها زوجها. فلما وصلت القلادة للنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وتذكر خديجة رضي الله تعالى عنها، وقال إن شئتم رددتم عليها قلادتها وفكوا لها أسيرها. فطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا نفعل يا رسول الله. لما رأوا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى قلادة خديجة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لها، تأثر من رؤية هذه القلادة، قلادة خديجة رضي الله تعالى عنها. هذا أيضا من الوفاء ومن قصص الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قصص كثيرة أيها الإخوة ومواقف عديدة تبين أخلاق الوفاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم.